تريح تاخذ رعاية. الاجواء كثير حلوه. نحن وين؟ نحن بسجرتا. سجرتا هو مطعم اذا حفظته منيح تلياني على برازيلي على فرنساوي بتاع كله. وين موجود؟ موجود بالعقبه بالسرايا بيتش كلوب. يعني صرنا شهر ونص تقريبا فاتحين بس لسه عم في الاوبننج بيريد. كتير واسع كتير لذيذ وفي اوض لكل شغله. في عندكم اوضه لحمه، اوضه للسمك، اوضه للكولد بريبريشنز، واوضه لكتير كبيره لكل شيء هوت، وكله عم ينعمل هون. اتس بيتش كلوب كتير لذيذ. الديكور تبعه كتير حلو مثل ما شايفين. الصحون حلوين من ميلي فاين دايننج بس ميلي كتير قريب على القلب. برا في عندكم بول ولا صوت. برا الموسيقى دي جي مولعه بس برا ولا صوت. دغري واحد بيسكر الباب بيصير بي 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 باجواء ثانيه. أنا درست في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بعمان لمتابعة لليروش في سويسرلاند، وبعدين طلعت اشتغلت برا شوي في أبوظبي 3 سنين ونص ورجعت هنا. هلأ هادو ميكس مشروز، في بورتابيلا في بوردن في شيميدي، واحدة هاي للمشروم ريزوتو واحدة للكافاليتي الترتوكو. هاي الترتوفو الكاباريتي الترتوفو باستا محشية بالريكوتا تشيز مثل لك مع شوية تشايفز وباسلي وميكس مشرومز مع باتر صوص. باستا شوية مشروم نشغل فيهم مع زبدة. واو التشيز من جوا مولتن دايب على الاخر مثل اللبنه. الباستا تركها الدنتي ومش مستويه على الاخر. المشروم ميكس كل واحد منهم فيري جوسي. الصوص عظيم. بصحن مثل هيدا ما بتسالوا شو هن المكونات بس بتعرف انه في شويه زبده زياده بس بالاخر بحط البسمه على الوجه. ريزوتو طيب. شو سر ريزوتو طيب؟ يعني نحكي يعني قديش بتحط معاه البتر والبارميزان وقديش بتحط الهاي والسيزني وبرضه قديش بتطبخ الرز. شو؟ فين خبرك سر؟ احكي لي. انا انت عم تشتغل كثير عم تشتغل بطريقه كثير هيك على السريع وهيني. انا مش يعني اذا بدك مرتاح مع حالك طبعا قلت الله يستر. ريزوتو ريزوتو لوك الدنتي طعمه البارميزان بكل لقمه. بورشنز كثير كريمه مثل ما قلت لكم. في نفس رائع. مية حبيتك شيف عامر عن جد. برافو. ان كان الملوحه ان كان البهارات ان كان طعمه البارميزان بكل لقمه ان كان الريزوتو الدنتي. في كثير مرات بسمع انه طب ما هن الناس بدها هيك ما بخطا شوي زياده ما في شوي زياده. يعني عجبك؟ اكيد عجبني. صح. واو اسيدتي بالاخر كثير لذيذه. هذا السالمون كرودو بنحط معه افوكادو ميكس معها شويه تشيلي فليكس شويه تشايز وإلك بدون اونيونز عشانه اوكي. وبعدين السالمون هذا نورويجن سالمون بنعمله زي كيوبز دايست اوكي. وبرضه بنحط عليه شويه ليمون زيست شويه تشايز نفس الشيء وتشيلي فليكس وبنحطها فوق الافوكادو مع بيزل اويل وشويه سالمون رو. واو حار كريمي very good quality ingredients. حراته بيقرصوا شوي على الزلعيم very enjoyable. وقرشة تبع هيدي البسكي الخفيفة very good. عن جد شو هالشيء الحلو شو هالكواليتي الحلوة. شقفة شوية خضرة تحتها لك الألوان لك الألوان colorful fresh smells good. حلوة sweet
يامي راح يطلع له يلحس شفافه من بعده. مش لبنة، تونة مع كف المايو. واو اوف واو. سقط تعرفنا على بعضنا بميشن فول وصار ماي مين كونكشن صديق العزيز بالاردن. I'm the director of operation للسرايا بيتش كلوب. A passionate Jordanian, بحب الاكل بحب الطبخ بحب الهوسبيتاليتي. و I go back 11 years مع انتوني watching him. فلما عرفت انه اجى انتوني I had to get him ولازم افرجيه الاردن كيف احنا بنشوفها. هو بشوف لبنان احلى بلد بالعالم وانا بشوف الاردن احلى بلد بالعالم. ف we have the same mission انه to showcase the country تبعتنا in a best way. ف what you're doing here is we got you to سرايا العقبة اللي هي it's part of Eagle Hills Company اللي عنا a wonderful property زي ما انت شفت فيها الشاليز فيها البيتش كلوب فيها الووتر بارك. It's a full entity اللي يجي بس يجي الزبون عنا او الفيزيتر you spend 3 days 2 days بالبروبرتي. عندك كل الاكتيفيتيز تقدر تعملها whether sleeping pool activities water activities او الووتر بارك اللي هي الاميوزمنت بارك in addition للنايت اكتيفيتيز اللي بتصير عنا بالبيتش كلوب. باي تلياتا يعني it's a piece of steak that يعني منها medium juicy لمعتها حلوة ميتها بالنص روعة. كيف texture well textured beef juicy inside out textured بس ما بيعلق. Good job. صح وانا. Very good job. شو هم؟ نشرب مع القهوة. شيء كتير طيب. طبعا. شيء كتير 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 طيب. كل شيء طيب. أوف. هاي تربح. بتاعكم مظبوط حبيته كتير شغله كتير حلو صحون كتير حلوين. بعتقد تشهيتوا انتم كمان وعم تسألوا حالكم نحن وين. نحن بالعقبة نحن بمطعم صار له ما كتير زمان فاتح هلا كم يوم يمكن بعد ما عنده كتير فولورز على انستغرام بعد ما عنده كتير ريفيوز على جوجل مابس بس بيستاهل لانه الاكل روعة. مطعم من برا حلو اجمالا مطاعم بتكون يمكن حلوة بس الاكل عادي. هون عم نحكي عن بورشنز كتير كبار عم نحكي عن وين حلوين عم نحكي عن نفس عن تكستشرز عن افكار. ما في شيء ما اكلته طيب يعني ما في شيء فيها شيء في ما في شيء اكلته مش طيب. هاي ان شاء الله مظبوط. بالدور بقولكم انه هاي الفكره بتربح وطعمتها كثير كثير طيبه. الباستا سوبر ادنتي ريزوتو عظيم هيدي جنون مع لذيذه. فيني واحد يطلبها قبل اللحمه excellent combination. كل شغلة فيها حب فيها حنان. ساعة الحدا شاف بيعمل لي شيء الدنتي بكون قطع نص الطريق لأنه أغلبية العالم أو بيطبخ الباستا كتير أو بيطبخ الرز كتير. واللي حبيت فيه أنه هينين أنه صحن مظبوط من هين بنقول غني بسموه فاين دايننج بس أنه هين خفيف. الانجريدينس تبعه كتير حلوين مكوناته كتير مهمين وهذا اللي بيعمل شيء كتير حلو. The
المنيو الغدا بيكون البول والبيتش هيك يعني ساندويتشز برجر هوت دوغ ناتشوز اشياء زي هيك يعني okay. بس العشاء بيكون اللي هو يعني اكل السهره خلينا نحكي اظن جريل كثير مهضوم البرجر تبعه 200 جرام 200 المطبخ مثل ما شايفين كثير حلو الضوء فيه كثير 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 حلو روايح نظيفة روايح فريش الزيت مغير جديد اللحم جديدة روايح كتير 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 حلو تشيلي كونكارن يعني تشيلي وبيف هي شيء مكسيكان مع فاصوليا حمراء وفلفل وهالفينو تاكوز مع صوص الصلصة وكمولي وصور بي من جوا لبرا تشيلي كونكارن رائع حراته مظبوطين واو البيبرز نوعية اللحمة سخن من تحت شوي مسقع من فوق بل ما يكون كتير مسقع طبعا على البراد ايت ايه سنت كمشتك كمشتك سمعنا قرشك يا يلا طبعا اذا قلت لك اكتر عقده تركز بي موتو قد ما طيبين ماني مسافر على المكسيك بس بعرف one of the best Mexicans I've had مش طيبين تاكوز مو طيبين ها؟ يلا شو بدنا نعمل؟ هوت دوغز مش طيبين برضو زي التاكوز مع هاي دبل ذا بلاجر طيب عطر كثير كثير جوسي كل لير واحد كل لير عنده أمل من جوا مش ناشفة خبزة طرية شوية سمسم ما بتعلق بس انا اسمي عبد الهادي انا شيف كبارتي سي دي بي هون بالعجل سيجريتا انت سيجريتا ريستورانت خبرتي 7 سنين كنت في الهايات قبل هنا وانضميت للماريوت وهينا شغالين في البري اوبننج لسيجريتا وام تو اكسايتد انه نكون نمبر 1 مش بس بالعقبه بالاردن كلها جبنة من برا محمصة مثل تشيز ماغي عم بيقريش خير أجل من جوا الدجاج دوب غير جوسي It is amazing تجي هيك مع فرايز اون ذا سايد؟ اه فرايز اون ذا سايد حلو كتير لايرينج حلو كتير كتير حلوين اللايرز الخبز محمص رقيقة رح تكسر رح تقرقش والبيضة صفارة بعده طري بس بلا ما تتل الدنيا هيك هيك
فينومينال. دليل شوف دليل قامي وين هون بالمطبخ بشتغل بالمطبخ البارد. السلطات طلع من يوم امبارح انت واليوم كمان واليوم كانوا كتير طيبين صح الاكلات كثير طيبين فعلا كثير طيبين شكلهم كثير حلو مش مجامله مش كان في كاميرا كل شغله اكلت حسيت فيها شيء مختلف ما في بهارات من زي مسطوطه بالمكان ستريت فود مظبوط يعني فاتي مثل ما لازم بس خفيف بلا واحد يحس حاله بالذنب يحس بالذنب رح نخلص خدينا على رواق شبابكم تبلش جود جوب شكرا يلا بتعرفنا على العشاء لانه بعد فيه كثير اكيد